الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث عدم صفات الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطعت الله ورسوله حتى تاق اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الحدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلب لقلبكم سل وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى جسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار بمحمد الحسن بن علي ولي الزكي الناس الأمين السلام عليكم يا أنصار بعبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسول ولأخيك فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المارب وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر
والأخد في الأخي المجيب إلى طاعة ربي الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم اللهم إني تعرست لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزق بهم داره وعيش بهم قاره وزيارة بهم مقبولة وحياة بهم طيبة وادرجني دراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.